وطبعا كلنا عارفين انه هتبدأ المواعيد الشتوية لغلق المحلات والكافيهات والمطاعم. في حملات لمتابعة الالتزام بهذه المواعيد الجديدة وايضا اقرار العقوبات على المخالفين. خلينا نعرف التفاصيل من الاستاذ صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق. صباح الخير عليك يا فندم. يا صباح الخير. بنتكلم عن مواعيد جديدة لغلق المحال والكافيتيريات والمقاهي، مواعيد شتوية كمان، يعني تقول لنا ازاي بيتم تحديد هذه المواعيد؟ هل بيتم الكلام مع الناس أصحاب هذه المحال؟ ويعني هل في ناس كمان مستثناة من هذه المواعيد؟ ومين اللي بيحدد أنا يعني أقفل الساعة كام؟ طيب اسمحوا لي بس قبل ما أقول لكم الكلام ده، إحنا في أجواء أكتوبر، وبإني مش هشوفكم في أكتوبر فاسمحوا لي نوجه تحية إجلال واحترام لشهداء أكتوبر على كل المستويات، ولرمز أكتوبر قواتنا المسلحة الوطنية الشريفة. واسمحوا لي أيضا إذا أذنتوا لي يعني نوجه تحية لقضاة مصر العظام سدنة العدالة، اللي زي ما قال الرئيس امبارح دول اللي بيرفعوا الظلم عن المظلوم ويحققوا العدل للمحتاج للعدالة، وهم مستقلين كل سنة وهم بخير، وهم أكثر استقلالا وأكثر حفاظا على العدل والعدالة. ندخل بقى في موضوعنا اللي أنا جاي عشانه. المفروض أنه إغلاق المحلات ده مسألة بقت عادية، بقالنا سنتين هذا القرار موجود، بتتغير مواعيده وفقا لمعطيات الظروف اللي احنا بنمر بيها. احنا عندنا دلتا المتحور، وبالتالي انا شايف انه للاسف الشديد في نوع من الاستهتار او عدم اللامبالاه مننا كلنا او من اغلبنا يعني في مواجهه هذا الفيروس الذي ما زال موجودا ومسيطرا على العالم. من هنا جت قرارات الحكومه باغلاق كان موجود، بس هو اللي حصل تغيير المواعيد من مواعيد صيفيه الى مواعيد شتويه. فقلت المواعيد ساعه، يعني كان في الصيف مثلا المحلات العاديه تقفل 11، دلوقتي بتقفل الساعه 10، ما عدا الخميس والجمعه تقفل 11. المطاعم والكافيهات والمحلات الاخرى تقفل 12 بدل واحده، وبرضه في الاجازات وفي الخميس والجمعه تقفل الساعه 1. بس كمان المحلات بقى اللي هي في الكتل السكنيه زي الورش، ورش الحداده والنجاره وبتوع الازاز وبتوع العربيات، دول يفتحوا الساعه 8 الصبح ويقفلوا الساعه 6. لكن يعني قد يعرض المحافظ المختص في محافظة ما يقول أنا محتاج أنه يبقى في ورشة تفتح الاستثناءات، مطلوب أنها تبقى موجودة، فتعرض احتياجاته على اللجنة العليا للمحلات توافق له، فيبقى في استثناء لمحل أو الاثنين أو العشرة حسب احتياج المحافظة أو الحي لهذه الخدمة. لكن الخدمات اللي على الطرق السريعة وعلى طرق السفر دي شغالة 24 ساعة. أيضا الصيدليات، المطاعم، محلات البقالة، محلات الخضار والفاكهة، محلات بيع اللحوم والدواجن دي مفتوحة طول الوقت. خدمات توصيل الخدمات للبيوت في المطاعم أو غيرها طول ال 24 ساعة. عظيم. المهم ان مفيش صاحب محل هيتضر، دي اهم أبداً. حاجه مش هيتضر في اكل عيشه خالص. بس انا عايز اقول لحضرتك استاذه هدير سالت سؤال، هل في متابعه ولا لا؟ في الايام الاولى لاي قرار هتلاقي المتابعه زي الفل، وانا بكلمك وانا مسؤول يعني. بعد كده تتراخى المتابعه. دي نمره واحد. نمره اتنين، العقوبات. المتابعه مسؤوليه المحافظات الاول. طبعا الاداره المحليه بالاشتراك مع مديريات الامن، لانه اللي بيطلع يتابع هو موظف الاداره المحليه ايا كان مسماه، والامن اللي بيطلع وراه او معاه عشان يعمل انضباط
في مسألة الغلق أو الفتح. هي القضية بس إيه؟ إنه الناس بقت عارفة المواعيد. يعني أصحاب المحلات في كل المجالات عارفين المواعيد لأنها من زي ما قلنا من حوالي سنتين بتطبق يعني. القضية إنهم برضو مش ملتزمين. هم مش قادرين يفهموا إن في بعد للموضوع، يعني أنت مش هتضر لأن أنت بتفتح في توقيت معين وبتغلق في توقيت معين، والمستهلكين كلهم عارفين التوقيت ده، فبالتالي هو المستهلك او المواطن اللي نازل يشتري حاجه او يتعامل في مع ورشه او مع مصنع او اي حاجه، هو كمان عارف ان في مواعيد، فبينزل في المواعيد المقرره اللي هو فاتح فيها، فبالتالي مش هيأثر على اكل عيشه. لا خالص، بس هي القضيه مش كده. القضيه ان احنا اعتدنا كمواطنين على ان احنا نفتح طول الوقت ونقفل على مهلنا ونفتح الصبح على مهلنا، وبالتالي الإنسان عدو القيود. فهو متصور أن القرارات التي تصدر من الحكومة قيد عليه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إحنا اسمح لي يعني أغلبنا لا يحترم القانون. أغلبنا يعني يبقى عارف القانون، يعني عارف أنه السير في عكس الاتجاه بيجرمه القانون ويمشي، يبقى عارف. وهنا بتيجي أهمية المتابعة الحقيقة، لأنه لا في كل دول العالم يعني اللي ينفذ القانون قوة القانون كمان يعني. أنا مع حضرتك، إنفاذ القانون واستمرار المتابعة وعدم الاستثناءات أو التمييز. لأن مثلا يعني أروح لمحل أسيب ده لأنه مثلا أعرفه أو صاحبي أو جاري أو أي حاجة وأروح لده وأقول له اقفل. ما هو أنا عشان كده كنت بسأل حضرتك صيغة الاستثناء لبعض المحل، مثلا يقولوا ده اصل ده محل سياحي فيفتح في ميعاد اطول من الكافيهات العاديه، ايه الصيغه؟ لا غير صحيح، لان المواعيد مقرره دون تمييز. ما حضرتك قلت دلوقتي ان ممكن هي ميزت في النشاط. يعني قالت المطاعم الكافيهات دول يفتحوا لغايه الساعه 11، لكن المحلات العاديه يعني محل مثلا بيبيع ادوات منزليه، محل بتاع ساعات، محل مش عارف ايه، ده بيقفل الساعه 10، فما فيش تمييز في المواعيد. لكن في تمييز ان انا وانا معدي الاقي مثلا واحد فاتح اعمل نفسي مش واخد بالي او اقول له يلا واروح للتاني اقول له لازم تقفل. واحنا يعني ده يعني برضو مصر احنا معروفين انه دايما عندنا اماكن للسهر. ايوه فاهم. ايه وضعها دلوقتي في ظل اماكن السهر المواعيد الجديده؟ اماكن السهر مكتوب عليها نفس المواعيد، لكن في المدن السياحية زي الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ مفتوحة وفقا لمقتضيات الحال. يعني المحافظ يقول مثلا لغاية الساعة 2 مناسب، الساعة 3 مناسب، فدي مطلوبة كل حالة على حدة يعني للمحافظين. لكن في بقية المحافظات احنا عندنا 27 محافظة، منهم كام محافظة سياحية؟ 3 4 5، دول يطبق عليهم انهم يفتحوا زي ما هم عايزين. لكن ما ينفعش انه على فكره كثره الاستثناءات تضعف القانون، مش كده ولا ايه؟ لانه هيبقى اللي موجود كله استثناءات، مش كده؟ فبالتالي وبعدين كمان كثره الاستثناءات كمان البقية تخلي نوع من التمييز. طيب لكن حضرتك قلت نقطه مهمه برضو، انه في كل محافظه من المحافظات العاديه قد يرى المحافظ انه في حاجه الى ورشه فان هي تستمر شويه في عدد الساعات، عشان الناس لو شافت مثلا مصنع معين او ورشه معينه ما يتخيلش ان ده استثناء او ان المسؤول عن تنفيذ القانون بيتغاضى عنه لانه عارفه او كده. لا، في بعض الاستثناءات حضرتك قلت عليها. طبعا القانون بيبيعها. يعني مثلا سوق الخضار الجمله في العبور او في اكتوبر او في اي مكان في سوق خضار ده مفتوح 24 ساعه لانه بيدخل خضار وفاكهه في وقت غير التاني وغير التالت، وبيطلع بتسافر بتسافر محافظات وفي وقت سفر وكده. الصبح بيروح بدري ياخد، ما اقدرش اقول له لا ما تروحش الساعه 3 الصبح لانه هو ظروفه كده. البياع بيروح يشتري 3 الصبح او انا لو عملت كده هغلي الحاجه اصلا، مش كده؟ لا، وغير كده بقى مش هغلي الحاجه وبس، لو عملت قيد على ده مش هتلاقي خضار في السوق ومش هتلاقي فاكهه في السوق، فبالتالي وهتصوت وهتقول الحكومه فين. يعني ما هو اصل احنا دايما بنرمي على الدولة وبنرمي على الحكومة لأنه احنا مش عايزين نعمل الهوم وورك بتاعنا، مش عايزين نتعب، مش عايزين نبقى انا قاسي على علينا يعني كمواطنين. ليه؟ لأنه انا شايف انه احنا ما بنعملش اللي المفروض يتعمل. يعني ما ينفعش تقول لي مثلا
انه الغلق ده عشان امنع الفوضى. لا، الفوضى لا تمنع بان انا اقفل المحلات، الفوضى تمنع بان انا اطبق القانون. طب استاذ صبري هقف مع حضرتك هنا. قوي يا فندم. الناس بتقول طب انتوا بتقفلوا المحلات بدري ليه؟ ما هو احنا برضو خلينا كلنا نكون معترفين ان احنا كمصريين متعودين على فكره يعني السهر، ومش كتير من الناس بتصحى بدري الا انها رايحه اشغالها، مش يعني اللي ما عندوش اشغال الصبح ما يصحاش بدري كده، ما احناش اوروبا يعني، احنا في اوروبا بنشوف المحلات بتقفل من الساعه 8 بالليل، واحنا كمصريين بنبقى مستغربين الموضوع ومش قادرين نتعود قوي، وانت في بلد رايح سياحه على موضوع انه كل حاجه بتقفل الساعه 8. احنا ما بنقفلش الساعه 8 لكن عندنا مواعيد جديده. خلينا نبسط للناس، هو ايه الهدف اصلا من الموضوع ده؟ كتير قوي يعني. اولا عشان بس احنا بتقولي حضرتك احنا متعودين، لا احنا ما كناش متعودين. كان الفلاح المصري بيصحى الفجر يصلي الفجر ويروح الغيط، مش كده ولا ايه؟ وعلى الظهر يكون عمل كل حاجته. الان الفلاح المصري بيصحى الساعه 10 و11 زي اي حد، صحيح، وقاعد قدام الدش وقدام الموبايلات وحاجات كده. وزي ما حضرتك بتقول يمكن خدمات كتير لو توفرت الصبح بدري هتلاقي الناس اللي عايزينها الصبح بدري ما تبقاش موجوده. احنا لو اشتغلنا بدري هنبقى اكثر انتاجا. حضرتك انت عندك عربيه، لكن لو يعني قدر لك انك تركبي المترو مثلا الصبح، يعني شوفي الناس نايمه في المترو، مش كده ولا؟ اغلب الناس تبقى نايمه. حضرتك وانت في اوروبا شوف الصبح الساعة 6 و7 الناس بتمد ومبتسمة. الناس عندنا متكاسلة وهي نازلة من المترو أو من الأتوبيس أو من الميكروباص على مهلها، ومتجهمة وبتتاوب لأنها سهرانة طول الليل. فإحنا بنعيد للحياة الأسرية أولا من الفوائد، مثلا إنه الأسرة تتجمع. دلوقتي بقينا نقدر نتعشى مع بعض لأن كلنا تقريبا داخلين في ميعاد واحد. وعلشان كده يمكن برضو زي ما في ناس شايفة ان موضوع غلق المحل ده حاجة صعبة، في ناس شايفة له فوائد كتير جدا ونفسها يعني نفسها ان احنا نستمر في ده. انت عارفة حضرتك، اولا زي ما قلت لحضرتك جمعنا كأسرة على الاقل في العشاء، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، وفر طاقة كهربائية كثيرة جدا بتهدر من الساعة 10 بالليل ساعة ما بنقفل لغاية الفجر ساعة ما صحيح. بنفتح ده وفرناه، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا بنعامل المواطن حرصا على صحته، لما يروح ينام بدري، لما يقعد في بيته، بلاش ينام يقعد في بيته، أفضل من إنه يقعد يشيش أو يقعد في الشارع. تلاتة، إنه يعرف ينام في بيته كمان، يعني قلنا الورش اللي موجودة في الأماكن المناطق السكنية هتقفل بدري ما عشان يعرف ينام. وبالتالي الخبط والرزع اللي كنا بنقعد لعشرة و11 بالليل ما بقاش موجود. حاجة تالتة، الانضباط في الشارع المصري انضباط قانوني، بمعنى انه تستطيعي حضرتك دلوقتي اللي قاعدين في الشوارع وفردين على الكافيهات في الشوارع على الرصفان، انت حجمتي هذا، خليت الرصيف على الاقل لفتره معينه ملك للمواطن، وهكذا. يعني عندنا عشرات الفوائد التي تبنى من تطبيق القانون. هو ليس تعنت من الحكومه مع المواطن صاحب المحل، لكن هو تطبيق للقانون، وعلينا أن نلتزم كمواطنين بالقانون وأن نحترم القانون وأن صحيح. نطبقه وما نتحايلش عليه. أصل تروح له الساعة 10 المفروض يقفل 10، فتروح له 11، أصل مستني مش عارف مين ما جاش، أصل حاضر، أصل أنا مش عارف إيه، هو عايز يقعد. طبعا لكن فيتحايل في يعني. في مخالفات وفي محاضر. في أولا في إنذار، في مادة اسمها مادة 9 في القانون 154. الأول إنذار كتابي أتابعه لمدة أسبوعين، لو مش ملتزم أقفله، لو مش ملتزم تاني ألغي الترخيص. وهنا فيه إشكالية إنه 80% أو 90% من المحلات والمطاعم والمقاهي بلا ترخيص، فبالتالي هيتم غلقها. احنا بنشكر حضرتك من غير ترخيص ازاي يعني؟ بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا اللي بشكركم وسعيد بوجودي معاكم. تشرفنا يا فندم مستشار وزير التنميه المحليه الاسبق، شكرا جزيلا ليك يا فندم. اهلا وسهلا.